اليوم العالمي للمرأة، والمرأة خصنا نقدروها ونعطيوها قيمتها اللي كتستاهل، وبالخصوص المرأة المغربية، وبالأخص الأخص المرأة القروية، لأن قال لك يوم عيد يوم عرس فيه المرأة بالعز والافتخار كتحس. احنا جينا باش نشاركوها اليوم في الفرحة ديالها ونباركوا لها بهذا اليوم اللي هو عيد المرأة على الصعيد العالمي، ونتمنوا المرأة المغربية استقرار والبديل من العطاء والجهد، لأن المرأة هي نص الرجل، والمرأة والرجل بلا مرأة ما كيسوى والو، ولا اللي خطينا العيالات ولا خليهم لينا. وتبارك الله رغادة في الطريق، وكنقول أنا المرأة بدعات في الفن بدرجة كبيرة، وصلات والمرأة ساقت السيارة وساقوا القطار والطيارة، وبيني وبينكم ساقوا حتى الرجالة.